السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم واضح حاتم، والنهاردة الفيديو بتاع النهاردة بنتكلم عن المشكلة متواجدة في النت أو في أدسنس أو عند حساب أدسنس بتاع الجماعة. المشكلة بتقول إيه؟ لديك حساب آخر. أنا كان عندي قناة يوتيوب ومتفعل على أدسنس وشغال وتمام الحمد لله. بعد كده عملت مدونة على بلوجر. لما عملت المدونة على بلوجر جيت عشان اقدمها على ادسنس، كانت المدونه بدومين، جيت عشان اقدمها على ادسنس. لما قدمتها على ادسنس قال لي لديك حساب اخر، وقف الحساب نهائي. ما لقيتش حل المشكله دي، ما لقيتش لها حل نهائي. يعني انا شغال على النت من 2007، لما يقول لي لديك حساب اخر، طب انا اعرف منين الحساب الاخر ده؟ طب انا دلوقتي لما بحثت على رقمي في جوجل، في حسابات جوجل، لقيت عندي 3 حسابات، دول اللي عرفت اتوصل لهم. ده في الفيديو اللي هو اللي فات ده، تمام. الفيديو بتاع النهارده ازاي نوضح ازاي تسيبك من المشكله دي وتفتح حساب ادسنس جديد، وحساب ادسنس تعرف تشتغل بيه وتحل المشكله دي. بص يا عم، لو انت شغال على موقع انا مش هفيدك في الحته دي. وانت شغال على مدونة بلوجر لو بدومين انا مش هقدر افيدك. ليه؟ عشان مش هقدر اخليك تخاطب بالموقع بتاعك، تمام. لو انت شغال على اليوتيوب ده الفيديو بتاعك اللي انت هتفهم منه النهارده، وانا بصراحة مش هبخل عليك في اي معلومة في الفيديو ده. الاول هتعمل ايه؟ هتدخل على قناتك اللي هي مش متفعل عليها الدخل، او بعد ما يبعت لك رسالة لديك حساب اخر سيبها زي ما هي. لديك حساب اخر ما تقولش ارسال الطلب، سيبها زي ما هي. بعد كده ادخل على القناة بتاعتك اللي هي في اليوتيوب، وتعمل اللي يفتح ايه الدخل، وتعمل اعادة او تغيير حساب ادسنس المرتبط، تمام. انا مش هقدر استاهلها لك دلوقتي عشان تحديد الدخل اتفعل عندي. تعمل تغيير حساب ادسنس المرتبط. بعد ما تعمل تغيير حساب ادسنس المرتبط وحولك ويقول لك ايه اختار حساب، لا اعمل انت ايه، اعمل هستخدم حساب اخر، واعمل انشاء حساب وافتح حساب ادسنس. بس في معلومة هي دي الايه التكة. التكة ايه؟ ان انت تنزل الاداة دي. انا دلوقتي لما فتحت اكتر من حساب وحاولت احل المشكلة، الاي بي بتاع الجهاز بتاعي اتحظر. لما افتح اي حساب على ادسنس بيتحظر. فحل التكة الحكاية او حل المشكلة ان الاداة دي بتغير الدولة بتاعتك، تمام، وبتغير الاي بي بتاع الجهاز. بكده مش هيتحذف كأنك لسه فاتح حساب ادسنس لاول مرة، تمام. الاعداد دي ممكن اسيب لكم الرابط بتاعها تحت الفيديو ان شاء الله. المهم بعد ما تعمل انشاء حساب ادسنس لنفسي وتعمل انشاء حساب جديد، تمام. بعد ما بتشغل الاعداد دي وتعمل انشاء حساب جديد، هيقول لك ايه اكتب معلومات ادسنس. تكتب معلومات ادسنس ايه بقى؟ طبعا انا استخدمت بطاقتي وبطاقه الجيران كلهم، البطايق اللي عندنا كلها، وما عادش عندي بطايق اللي انا استخدمها في حساب ادسنس، عشان كل ما اعمل حساب يتقفل على الجهاز عندي. فعملت ايه؟ كتبت اي اسامي، بس اهم حاجه يبقى الدوله ايه مصر. كتبت اي اسم عادي في ادسنس، واتقبل اهو ما شاء الله الحمد لله، اتقبل تاني يوم، سبحان الله استغربت اصلا، اتقبل في ادسنس. وبعد ما اتقبل دخلت على حساب جوجل، تمام، ودخلت على الدفعات وعدلت في العنوان بتاعي. يعني انا بكتب اي اسم وبعد كده ايه بدخل على الدفعات وبعدل العنوان بتاعي، تمام. يبقى اول حاجه ايه يا جماعه عشان انسطب الاداه دي. بعد كده ندخل على حساب يوتيوب اللي هو القديم، اللي هو اللي عندك، اللي هو مش شغال عليه ادسنس، وتعمل له تغيير حساب ادسنس. وبعد ما تتاكد تغيير حساب ادسنس تعمل انشاء حساب لنفسي. بعد ما تنشئ حساب لنفسي تكتب فيه البيانات، اي بيانات، بس يكون بيانات مختلفه خالص نهائيا. وبعد ما الايميل يتوافق عليه ان شاء الله، بعد ما الايميل يتوافق عليه، دلوقتي انت عندك للقناه بتاعتك حساب ادسنس شغال، اللي هو ده يا جماعه الحمد لله بفضل الله، يعني اللي هو ده. بعد ما حساب ادسنس شغال عندك، تمام، هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتعمل تغيير يعني ايه، هتنقل القناه للحساب الايميل الجديد اللي هو بتاع ادسنس ده. هتعمل تغيير ملكيه القناه. يعني انا غيرت ملكيه القناه الحمد لله للحساب اللي هو ده، غيرت ملكية القناة بتاعتي، وجبت دلوقتي بقى عندي حساب جديد ادسنس، والقناة عليه جديدة برضو، القناة اللي هي القديمة حطيتها على الحساب الجديد، والحساب القديم بحذفيه وبحساب الادسنس المقفول ده كله
عايز تقفله تقفله، عايز تمسحه تمسحه براحتك. انا بقول لكم يا جماعه المعلومه اللي انا توصلت لها بامانه، يعني المعلومه اللي انا توصلتها لان انت هتسطب البرنامج ده، بعد ما تسطب البرنامج ده هيغير لك الاي بي بتاع الجهاز، تقدر تفتح بيه اي جهاز تاني، ولما تدخل على الادسنس تعمل عنوان مختلف، ولما يتقبل ان شاء الله تعمل تغير ملكيه القناه للايميل الجديد ان شاء الله. لو انت عندك اي سؤال او اي استفسار عايز تعرفه مني، اقسم بالله ما هبخل عليك باي سؤال، ما هبخل عليك باي اجابه، وان شاء الله اكون قد افدتكم بحاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.